نقفوا مع السلامة الوطنية. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي وأعيدي وأعيدي، فاذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي. أنت عهد عالق في كل ذمة، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس. أخرجي خفيقة في كل قمة، أمتي أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي، واغفريني لك يا أكرم أمة. عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يا منية. لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يا واهمين تيقظوا، الفتح عن وعلى سطوح النصر قد أدى البلاد. كلمة الائتلافات الثورية يلقيها الأخ سالم ربيب، فليتفضل. باسمي وباسم كل الائتلافات والمكونات الثورية بمحافظة مأرب، أحييكم أجمل تحية في عيدكم ونضالكم وتضحياتكم. يا من رسمتم أهدافكم على جبين الزمن وربطتم مصيركم بها، أيها الثوار الأحرار، وأنتم في مثل هذا اليوم المبارك 11 من فبراير هتفت حناجركم الذهبية بالحرية، فسقط عن الظالمين القناع، هتفتم للتغيير وأعلنتم النضال وملأتم الميادين وأعلمتم البقاء والاستمرار لثورتكم ونضالكم، وحاول الطغاة تخويفكم وإرهابكم، فكنتم جبالا في الثبات، فكنتم جبالا في الثبات وأبطالا في المواجهة. عشقتم الرصاص من أجل الخلاص، تحملتم الجروح لكي يغادر الطغيان ويروح، هتفتم باليمن الجديد فتحول الخلاف إلى وفاق، وتحاور المختلفون وأنتم الحارس الأمين والشاهد الضمين، فاتفق المتحاورون وأخرجوا وثيقة للوطن هي الأولى في العالم حكمة، والأدى قيمة، والأسبق نعمة، والأصدق لهجة، لبناء يمن الإيمان بلا خلاف، ولصنع مستقبلا مشرقا بلا ظلم. أيها الأحرار الثوار أبطال 11 من فبراير، إن ثورتنا مستمرة وأهدافنا مقدسة، وخصومنا أذلاء سخفاء، الواهمون بالإمامة والرجعية، وتجاهلون صراع شعبنا ونضالها الطويل منذ ثورة 26 سبتمبر وحتى يومنا هذا. ورباط شعبنا وشبابنا على ساحل التغيير وميادين الحرية لهم بالمرصاد. أيها الأحرار الثوار، إننا ماضون بثورتنا، متسلحين بإرادة شعبنا وشبابنا، معاهدين ربنا وشهداءنا وجرحانا، أننا على الدرب ماضون لتحقيق أهداف ثورتنا كاملة. هذه الثورة التي خرجوا من أجلها وقدموا أرواحهم الطاهرة في سبيلها، فثورتنا مستمرة ضد البغاة والمفسدين والفاشلين حتى يستقر الوطن على الكفاءات والخبرات، وطنا خاليا من الفساد والمفسدين، ينعم بالخير والسلام، بوجود الدولة القوية والمواطنة المتساوية ونزاهة القانون. أكرر التحية لكم ولنضالكم وحماسكم المستمر، دمتم ودام اليمن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلة إنشادية لمبدعي ثورة الشباب الشعبية السلمية. سلام بظل السماء يا كل ظلام أهل الظلام، كم من عالينا وسود ماله ودرعا لك المحامي،
Yeah.
كلمة شهداء وجرحى الثورة الشعبية السلمية يلقيها الأخ الثائر الجريح سيف الناصر المثنى، فليتفضل مجديا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الإخوة الحضور جميعا كلا باسمه وصفته، أحييكم بتحية الإسلام والسلام والأمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الثائرون، أيها المناضلون، أيها الأحرار، باسم الشهداء والجرحى نحييكم ونحيي نضالاتكم، تحية لكم يا من حطمتم تحية لكم يا من حطمتم حكم العائلة والفرد، تحية لكم يا من أسقطتم الاستبداد، تحية لكم يا من صرختم بوجه الظلم وقلتم كفى، تحية لكم يا من سطرتم تاريخكم بأحرف من نور. الحفل الكريم الحاضرون جميعا، في البداية نترحم على شهدائنا ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يثيبهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. الحفل الكريم الحاضرون جميعا، إننا ندرك إنه ما زال أمامنا الكثير لاستكمال أهداف ثورتنا المباركة، إننا ندرك إن أمامنا تحديات صعبة وضخمة وطريق شاق لبناء اليمن الجديد، ويرجع كل ذلك للموروث الذي تركه لنا النظام السابق، نظام الفرد والأسرة الواحدة. أيها الأحرار، إن ثورتنا مستمرة حتى استكمال جميع أهدافها، وإننا على استعداد تام وكامل لبذل مزيدا من التضحيات. اللهم أكبر ولله الحمد، اللهم أكبر ولله الحمد، اللهم أكبر ولله الحمد. إن ثورتنا مستمرة على استكمال جميع أهدافها، وإننا على استعداد تام وكامل لبذل مزيدا من التضحيات مهما كانت في سبيل هذا الوطن الغالي العزيز على قلوبنا، وإننا سائرون بإذن الله لإسقاط الحصانة التي منعها من لا يملك لمن لا يستحق. هذه الحصانة اليوم هي التي يتستر وراها المجرمون، فيغذون الصراعات وأعمال التخريب والقتل وقطع الطريق. أيها المناضلون الأحرار، إن هذه المحافظة الأبية قدمت كثيراً من الشهداء في هذه الثورة المباركة، وإن وراء هؤلاء الشهداء أسراً تنتظر من يعولهم، وينتظرونكم أيها الثوار، لأنكم قطعتم على أنفسكم عهوداً برعاية أسرهم والاهتمام بهم، كما إن هناك كثيراً من جرحى الثورة من يعاني من جراحاته حتى اللحظة، وإننا ننتظر وسننتظر، ولكن طال الانتظار بالالتفات إلى معاناة هؤلاء الذين قدموا أقلى ما يملكون في سبيل حريتنا وعزتنا وكرامتنا. الحفل الكريم، إن أقل ما يمكن أن نقدمه لشهدائنا وجرحانا نظير ما قدموا في هذه الثورة ورعاية أسر الشهداء والعناية بهم ومعالة الجرحى ورعايتهم. وأنني من هذا المنبر أوجه النداء إلى السلطة المحلية وعلى رأسها الأخ محافظ المحافظة، وبالالتفات إلى أسر الشهداء والجرحى والعناية بهم، والوفاء بالوعود التي تم قطعها من قبل الحكومة وقيادة السلطة المحلية في هذا الشهر، كما نذكرهم إن هذا واجب حق عليهم تجاه من قدموا أرواحهم أو جزء منهم ببداية هذا الوطن الخالي. كما لا ننسى في هذه الكلمة أن أدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ظلما وعدوانا لا لشيء، وإنما لأنهم صرخوا بأصواتهم إن كفى للظلم والاستعباد والحكم العائلي. أيها الثوار الأحرار، الشعب الرا
رحمة الشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية المعتقلين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسمي لوحة الوفاء الفريدي، يا دماء تقاطرت من شهيدي، وأذيعي على الأنام زفافا، فاض بالسعد في جنان الخلود. ابتهج أيها الشهيد، فإنا قد عزمنا أمورنا للصمود، قد جعلنا السفاح يهدي جنونا، واتخذنا رحيله يوم عيدي. الحفل الكريم، الحاضرون جميعا، قصيدة شعرية للشاعر الثائر محمد سعيد دومان، فليتفضل. يالله انا ادعيك يا والي ويا قادر، يا الواحد المرتجى المعبود سبحانه، تبارك اسمه، هو الاول هو الاخر، في رمش عين يبيد الكل بمكانه. انا احمده حمد ما جابت هزاير، وعداد متطوفه بالبيت وركانه، والان يا هاجسي من بحرك الزاخر، بحر القوافي وعذب الشعر والحانه، شارك لي فراح فيها الورد يتناثر، شارك لي فراح فيها الورد يتناثر، فيها اليمن يحتفل يسراه وإيمانه، بعظم حدث مر في ماضيه والحاضر، رغم العراقيل ماشي يوقف علانه، كل الفئات اجمعت في الشعب تتحاور، بحوار شامل بدل مدفعه ودانه، رغم العراقيل اللي يسعى لها الماكر بقدرة الله تمنع ضاه ولجانه. بمخرجات الحوار وعيد فبراير 11 في سجل الثوار عنوانه، بمخرجات الحوار وعيد فبراير 11 في سجل الثوار عنوانه، ذكرى عزيزه بها جو اليمن عاطر، فيها ضم الشعر من لونه ومرجانه، من حقي اشعر بهذا اليوم وفاخر واشارك الشعب فرحه ثالث اعلانه، ومن حقي ارفع لشعبي تهنئه شاعر، ومن حقي ارفع لشعبي تهنئة شاعر، بعيد اللي جمعنا اليوم من شانه، ثورة شبابية فيها الكل متآزر، شعبية سلمية في ساحات رنانة، فيها اصدر الشعب ضد الحاكم الجاير قرار مساحة التغيير بطانة. فيها اصدر الشعب ضد الحاكم الجاير قرار مساحة التغيير بطانة، من اجل مستقبل افضل مزدهر زاهر، الشعب فبراير رجع خير فرسانه، ثوار لاجل الوطن من دمهم الطاهر ضحوا بكم من شهيد تلبس اكفانه، ثوره قويه وعظمى تذهل الناظر، تمشي على اهداف مرسومه بتبيانه، ثلاث اعوام والثوار تتزاءر وللفتن والمشاكل ما لهم خانه، ثلاث اعوام والثوار تتزاءر وللفتن والمشاكل ما لهم خانه. يلا بحرمة كتابك وانتهى الغافل، تجعلني استشهد في دار رضوانه، يا نشفي يوب من ضره وهو ضاجر، اشفي المصابين واجبر كسر عظمانه، وابن الشهيد اسألك تجبر له الخاطر، فابوه يقدمه في عزة وطانه، واليوم ما ينقله الاعلام ويخابر من زعزعة وضع فيها فعل اشخاص خسرانه، عمل دني من يخطط له هو الخاسر، ما بيفيده ولو غراه شيطانه، يا ذي تبشر في ارض اليمن غادر، غادر بلاد الخميري والسستانه، يا ذي تبنك تزعزع وضعنا السابر، روح لك كفال انجز الاحسان احسانه، لا تدعي محذقه وتقول انا شاطر، هذا مسلسل عرفنا حجم ميزانه. والآن يا رئيس الشعب الأبي بادر، لا كنت ذو راي كن ذو عزم فتقانه،
بادر بتحقيق حلم الشعب يا آمل، والشعب لا جنبك مرصوص بنيانه. أول طلب في ابن الدولة ابن ثامر، والثانية شرع ربي خير برهانه، والثالث اطلاق من هو معتقل ثاير، والرابع محاكمة عفاش وعوانه. يا شاهد مرتاح مرتاح سوى محاكم السفاح. أول طلب في ابن الدولة ابن ثامر، والثانية شرع ربي خير برهانه، والثالث اطلاق من هو معتقل ثاير، والرابع محاكمة عفاش وعوانه. لحكومة أهل الوفاق أقول بالظاهر، حزم القرارات يرفع مستوى كيانه، خافوا من الله في الوارد وفي الصاد، المسؤولية كل واحد منكم أمانه. وأقول للشعب ثق بالواحد الناصر، والحق منصور بإذن الله، قال الله والحق منصور قول الله بقرآنه، والختم صلي على المبعوث والحاشر شفيع شفيع في يوم فيه الناس عريانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الأحزاب للقاء المشترك يلقيها الأخ مساعد الغنيمي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وأصحابه الطيبين الطاهرين. نهني أنفسنا ونهني شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الغالية للثورة 11 في فبراير المجيدة، التي غيرت مجرى التاريخ في اليمن الحبيب. ونحن باسم اللقاء المشترك باسم اللقاء المشترك قوي الإساسة والبنيان، حريصين على مصلحة الوطن العليا، ومغلبين الحوار الوطني الشامل مخرجا للوطن إلى بر الأمان، وساهم مع الحريصين من القوى الخيرة إلى الوصول بمخرجات الوثيقة النهائية. ولا ننسى موقف الشجاع للأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي. الذي قطع الطريق على قوى الشر في عرقلة اختتام مؤتمر الحوار الوطني، وفي الوصول الى بر الامان، وشاءت الإرادة الله سبحانه ان يلهم اليمنيون الحكمة والايمان لتأسيس الدولة المدنية الحديثة. وفي الختام لا نملك إلا أن نقف وقفة الجلاء والإكبار للشهداء الثورة التي نحتفل اليوم بذكرائها، وكذلك الجرحى والمعتقلين حتى اليوم هذا، وسائلين المولى عز وجل أن يحفظ اليمن حاليا موحدا، وأن يحقق لشعبنا الرخاء والازدهار والمستقبل الكريم، شاكرين من أعد ورتب لهذه المهرجانات لهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياكم يا جماعة صاحب الحرية والتفريق وأياديكم. الحرية والمدنية، الحرية والمدنية، مطلب كل القوى الوطنية، مطلب كل القوى الوطنية. كلمة شباب الثورة الشعبية السلمية يلقيها الأخ الثائر الدكتور علي التام، فليتفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الإخوة الحاضرون جميعا في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في حياة شعبنا اليمني
يسرنا أن نهني كافة شرائح وفئات هذا الشعب اليمني العظيم، ونفخر بتضحياته العظيمة منذ 48 مرورا ب 55 وثورته 26 من سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وصولا إلى ثورة الشباب الشعبية السلمية. في المقام الأول دعونا نعبر عن امتناننا العميق لثورة فبراير السلمية وما أنتجته من القيم النبيلة نحو التغيير. ننحني إجلالا وإكبارا لأولئك الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأنفسهم كي يتحقق حلمنا بقيام مجتمعات أكثر إنصافا وتحضرا وإنسانية في ظل دولة مدنية حديثة ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد وتضمن الحريات لكافة مواطنيها. الثوار الأحرار، إن أصعب ما في عملية التغيير ليس الإمكانات ولا القدرات ولا المواهب، إن أصعب ما في عملية التغيير أن يكون لدى الإنسان الإرادة نحو التغيير. إنها عندما تحققت الإرادة استطاع الشباب أن يحدثوا عملية تغيير حقيقية في البلاد. أدرك الشباب ماذا يجب عليهم تجاه المجتمع، تجاه الوطن. فجروا ثورة فبراير السلمية، دخلوا بقوة إلى التاريخ من أوسع أبوابه، دخلوا بقوة من خلالها إلى التاريخ النضالي لشعبنا التواجي للحرية والعدالة، حيث كانوا أي الشباب قبل ذلك التاريخ خارج المعادلة السياسية أصلاً. هناك قوى وطنية وفعاليات مدنية وشعبية من مختلف أطياف شعبنا اليمنية ومناطقه ظلت تناضل في سبيل التغيير، مستخدمة العديد من الوسائل والأساليب المتاحة آنذاك، لكنها بيد أن محاولات تلك القوى أحبطت في كل مرة استهلكها النظام في ذلك الوقت. لم تحقق تقدما ملحوظا على صعيد التغيير. ذلك لا يعني أن نذكر جهود هؤلاء فيما مضى أو نحاول طمس أرصدتهم نحن الشباب أرصدتهم النضالية إزاء النظام. من هنا وامتدادا لهم أتى الشباب بثورتهم ليصيغ التاريخ بشكل مختلف عن ذي قبل، كامتداد طبيعي لتاريخ ونضالات من سبقوهم بهذا المضمار. الحاضرون جميعا، التغيير مسؤولية الجميع، ومناهضة الاستبداد ومحاربة الفساد واجب على الجميع، والتستر على المستبدين والمفسدين أو حمايتهم خيانة للدين والوطن. ثقافة الاستبداد والفساد، الإقصاء، التهميش، عدم القبول بالآخر شريكا، تهميش التنوع الثقافي والسياسي والاجتماعي، نهب الثروات، الاستحواذ على السلطة، الاستئثار بها، سلوكيات ومفاهيم استخدمها النظام للأغراض الشخصية والمنفعة الخاصة ومارسها بمزاجية وعشوائية، تلك من أبرز سمات وصور ومظاهر السياسة لمشروع النظام الذي كان في الحقيقة ليس إلا مشروع تجارة سياسية تحول البلد بموجبها إلى مؤسسة ربحية زرعت في ذهنية المواطن الولاء للفرد على حساب الولاء الوطني، مما تخلق عنه وعي مجتمعي خاطئ من القيم الوطنية الحقيقية. من هنا كان لابد على الشباب أن يضعوا حدا فاصلا لتلك الممارسات والانتهاكات بحق وطنهم وشعبهم، باعتبارهم الحامل السياسي لقضايا التغيير والرافعة الاجتماعية لهموم وتطلعات الشعوب. فقادوا ثورة سلمية مطلع فبراير من العام 2011 أطاحت بنظام الأسرة في اليمن وشكت طريقها نحو تغيير شامل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من هنا يجب علينا
من هنا يجب علينا أن ندرك جميعا بأن أي دول متحالفة لاستعادة أو إنتاج الماضي، سواء الماضي القريب أو ذلك الماضي البعيد البعيد، سواء الماضي القريب أو ذلك الماضي البعيد البعيد، أنها واهمة وستتحطم أحلامها وستنكسر طموحاتها على جلمودة صخرة الإرادة الصلبة لشبابنا الأبطال وشعبنا اليمني الصابر المجاهد. بالمقابل علينا الاصطفاف جميعا خلف القوى الوطنية الحية والخيرة، خلف لواء الشعب الذي يحمل رايته الشباب للخروج بالبلد من محنته واستكمال أهداف دورته المباركة، ورفض مناهضة كافة أشكال وصول الاستبداد والفساد، ومحاسبة كل من يسعى لعرقلة تطلعاتنا نحو حياة حرة وكريمة في إطار دولة يسودها النظام والقانون. الإخوة الحاضرون جميعا، لقد شهدت اليمن وتشهد تحولا جذريا وعميقا بفعل 11 من فبراير 2011، ولقد عزم شبابنا اليمني وإلى جانبهم كافة فئات وشرائح الشعب اليمني العظيم الصامد المضي قدما حتى استكمال كافة أهداف الثورة الشبابية السلمية. بهذه المناسبة نقول الرحمة للشهداء، الرحمة للشهداء، الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للمعتقلين والمخفيين، المجد للوطن وللشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الكريم، الحاضرون جميعا من هنا ومن هذه الصالة التي لم تتسع لمدى ثورتنا، نعلن تضامننا الكامل مع الأخ المختطف في حريق القراميش الأستاذ سعيد محمد عبد القادر، ونطالب السلطة المحلية بسرعة التحرك لفك أسره. الإخوة الكرام، كلمة الوجهاء والشخصيات الاجتماعية يلقيها الشيخ مرضي كعلان، فليتفضل. اسمحوا لي أن أتكلم باسم مشايخ وأعيان ووجهاء وجماهير محافظة مارب، وباسم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، نقدم الشكر والفخر والتقدير لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى المشير عبد ربه منصور والدولة على مختلف وزرائها ولجنة الحوار، ونشكرهم كل الشكر الذي صبروا وصابروا ورابطوا حتى أخرجت الوثيقة التي تعتبر عهد لأبناء اليمن الواحد المتحد. ثانيا، نعرف على الرئيس الجمهورية هو طلع في رئاسة الجمهورية باختيار من الشعب، ومرت في رئاسته عدة سنوات المعدودة، وأحنا نعرف أن أهل الكراسي السياسية والأحزاب السياسية في العاصمة هم كل يريد من الرئيس أن يطبق رغبته ويمشي على مرام ما يريده لتنظيمه، ولكن أنه تحمل الكل ومشى الحوار وطبقت المبادرة الخليجية ورعاها مجلس الأمن، ونشكرهم على توقيع الاتفاقية الذي هي تعتبر عهد، ومن خان العهد فهو خان في الوطن وفي الأمة. ثانياً، أننا نطالب رئيس الجمهورية على مخرجات الحوار الذي خرجت هي تعتبر عهد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم مسؤولاً عن رعيته، كلكم راعي وكلكم مسؤولاً عن رعيته، أو كما قال رئيس الدولة هو مسؤول علينا بعد الله سبحانه وتعالى. فنطلب منه، من هذا المهرجان الكريم، على ان مهرجات الحوار لا بد من تنفيذها، وعادة في الاسلاف الشرعية والعرفية ان المحكم اذا حكم
ووقعت الغرماء على أن التنفيذ على المحكم، والرئيس هو رئيس الشعب والقوات المسلحة هو قائدها. فنطلب منه على تنفيذ نقاط الحوار، وإلا فسيرجع الشعب للمربع الأول للغيارات والفتن الأهلية. ونحن نعاهد رئيس الجمهورية مواطنين، ونعاهد القوات المسلحة إن تبع الأمن والاستقرار ورفع الدولة ومستواها في الاقتصاد، ولكن الأمر بيد رئيس الجمهورية إن من تعدى من التنظيمات السياسية الذي وقعت الحوار على أن احنا عودة عليه ولا يخرب الحوار إطلاقا. وهذا هو رأي أبناء محافظة مارب، وكذلك رأي أبناء محافظات الجمهورية. من عرق درب الحوار، من عرق درب الحوار، من عرق درب الحوار يعرفه كل الدوار، يعرفه كل الدوار. ثانيا، على أن التنظيمات السياسية الآن الذي تضايق على الكرسي، احنا نعرف على أن كل منهم يريد الكرسي لأغراض نفسية. وإحنا أبناء اليمن حكماء وعلماء ومشايخ وجماهير نحمل رئيس الدولة المسؤولية في ذلك، على أن يأمننا ويأمن البلاد ومصالحها، ومن اعتدى فقد سبق أن احنا يد واحدة عليه. ثانيا، إنني أوجه هذه الرسالة مني كشخصياً، لأني لا أعرف إيش كل عند إنسان، أقول لعلماء اليمن وحكماء اليمن، علماء اليمن الذي قروا كتاب الله وعرفوا تفسيره وعرفوا السنة النبوية، على أن يتحدوا بكلمة الله الكبرى وتفسير القرآن وسنة الرسول، ومن خالف فأحنا ضده جميعاً. ولا يعملون إنه الحكماء والعلماء الذي يعرف كتاب الله وسنة رسوله، كل منهم يعلم في الجمهورية الجهاد، وبعدين ما نعرف من الجهاد لا. احنا اقتسمنا إلى 5 أو 6 مذاهب، كل يقول أنا شهيد، والشهادة عند الله سبحانه وتعالى، فمن هم اتبع كتاب الله وسنة رسوله فأحنا دولة وشعبا على معه، ومن خالف فأحنا ضده. وهذا ما حبيت أن أطرحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة السلطة المحلية يلقيها الدكتور عبد ربه مفتاح وكيل المحافظة، فليتفضل بالخير. أنقل إليكم تحيات السلطة المحلية ونيابة عن الأخ محافظ المحافظة الذي شرفني بالحضور نيابة عنه لإشراك لأشارككم باسم قيادة السلطة المحلية هذا الحفل الذي يقام للذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية، وقد تحقق بفضل الله عز وجل للمحافظة الكثير من المنجزات التنموية التي ما كان لها أن تتحقق لولا ثورة الشباب التي نحتفل بذكراها الثالثة اليوم، وفي مقدمتها عدد من المشروعات التنموية. نحن في السلطة المحلية أخذنا على عاتقنا أن نتجه إلى تنمية المحافظة الذي حرمت كثير من المشاريع التنموية، وكان الأخ المحافظ على رأس السلطة المحلية انتقل مباشرة بملف وخطة تنموية لمحافظة معرب التي حرمت الكثير من المشاريع التنموية، سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو في مجال الطرقات أو في مجال المياه أو في مجال الكهرباء. فما كان من الأخ المشير عبد ربه منصور هادي إلا أن قام بالتوجيه لمحافظة معرب $12 مليون. هذه المبالغ التنموية من أجل إيجاد بنية للمحافظة، بنية أساسية
من أجل أن تكون لمحافظة مأرب الذي حرمت من هذه المشاريع. وكان في مقدمة هذه المشاريع هيئة مستشفى مأرب العام الذي أنتم اليوم تلمسون خدماته الصحية، سواء في تخصصات طبية أو أيضا وقد تحقق بفضل الله عز وجل للمحافظة الكثير من المنجزات التي ما كان لها أن تتحقق لولا ثورة الشباب، وفي مقدمتها عدد من المشروعات التنموية الاستراتيجية الهامة التي تحققت بحمد الله برعاية كريمة من القيادة السياسية ممثلة في المشير رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وبتعاون حكومة الوفاق ممثلة بالأستاذ محمد سالم باسل ودعه، وأهمها ما تحقق في تثبيت الأمن والاستقرار ومشاريع الكهرباء ومشاريع إنشاء الجامعة وهيئة مستشفى مأرب العام ورفع موازنتها التشغيلية واعتمادها كموازنة مستقلة. أيضا تم رفع اعتمادات مخصصة المحافظة مبالغ التنمية المستدامة إلى 12 مليون دولار. هذه المشاريع تم في هذا العام إعلان كالتالي: هيئة طوارئ هيئة مستشفى مأرب، وهيئة الطوارئ هذه ستكون تتكفل المحافظات التي إن شاء الله تم الإعلان عنها في الإقليم أول أمس. الموضوع الثاني هذا الذي تم مشروع مياه سرواح ويشمل جميع مديريات سرواح، مشروع مياه مدغل ويشمل جميع مديرية قرى وعزل مدغل، مشروع مياه مديرية مجدر المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من شركة الغاز المسال خارج عن المبالغ المخصصة لتنمية المحافظة. تم أيضا جامعة مأرب الذي كنا نحلم ونحن بها أن ندرس فيها. اليوم أبناءكم بإذن الله عز وجل سيأتون ويجدون جامعة يدرسون فيها في مأرب، وستكون فيها تخصصات متعددة. أيضا هناك تم مشاريع المياه في مديرية الوادي، مشروع المشروع الذي عند شبوان، هذا المشروع يخدم منطقة، وأيضا تم إضافة مستشفى المدرسة، وهذه المدرسة مدرسة تقوم مديرية التماشق الراكبة لها أو القرى الجائرة لها. أيضا هناك مشاريع من شركة الغاز المسال كان على رأسها توفير سيارة خاصة بالعناية المركزة لأبناء المحافظة، وهي موجودة لدينا في المحافظة. حقق أيضا مشاريع مياه لعدد 8 مشاريع، 4 منها في سرواح أيضا من شركة الغاز. سيكون أيضا هنا عندكم في المحافظة لإسعاف وطوارئ جميع مستشفيات، وسيكون مرجع لجميع مستشفيات مأرب. هذه المشاريع التي بدأنا بها باكورة في محافظة مأرب هي من 12 مليون، إلى جانبها تم تحقيق التالي: في مجال التعليم تم تأسيس 300 مدرسة من جميع مديريات المحافظة وبدعم من شركة صافر بمبلغ وقدره 1.5 مليون. تم أيضا إلى كلية التربية، كلية التربية التي وجدنا أن لا لها ميزانية، تم إضافة 3 باصات على أساس مساعدة المناطق البعيدة لنقل طلابهم. تم أيضا إضافة، لأن محافظة مأرب منذ بعض الحالات إلى صنعاء من أجل إيجاد جهاز الرنين المغناطيسي، وعندما أتكلم عن جهاز الرنين المغناطيسي هو لا يوجد إلا في 4 مستشفيات في الجمهورية، تم الإعلان عنه وسيتوفر في هيئة مستشفى مأرب. هذه الإنجازات في مجال التنمية والمنامية أمامنا معركة
ماذا يتطلب منا هذا؟ يتطلب منا هذا أن ندف إلى جنب بعضنا البعض ونتناسل المناحكات وننتبه إلى تنمية معرف الحضارة، معرف التاريخ، ليس معرف ما يسموها مفجرين العنابيب النفط أو مفجرين الغاز. هذا الذي مرتب أولادكم ومدارسكم يأتي من هذه المستخرجات من محافظتكم. محافظتكم الآن بحاجة إلى عقلاء، إلى وطنيين مخلصين، من أجل أن يقفوا صفاً واحداً أمام التيارات والتيارات المضادة. هناك ناس فقدوا مواضعهم وفقدوا مناصبهم. هؤلاء الناس يحاولوا ألا تذهب عجلة التنمية إلى الأمام، فيجب على عقلاء مارب ألا يسمعوا ولا يصبوا للأصوات الخارجة عن هذه المعركة التنموية التي ستجني ثمار. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، لقد سجل العالم شعبنا اليمني وشبابه المذهل إن أنجز وأنظف ثورة شعبية يمكن للمرء أن يتخيلها. لم يقودها إلا شباب مصرون وسائرون لاستمرار هذه الثورة حتى تتحقق أهدافها السلمية ويتم بناها حجر حجر. رابطة الشباب، رابطة ما يقرب من العاملين في حشود بشرية أسطورية شاهدناها على مدار عامين، وهم بصدور عارية من أجل أن يحصلوا على أمن واستقرار وحياة كريمة، ومنها أبناءكم وشبابكم في هذه المحافظة. فيجب أن نكون حريصين ولا ندع للماردين أن يخيروا أن يتدخلوا أو يحاولوا أن يؤخروا من هذه الثورة. إن النجاح هذا الكبير للثورة الشبابية الشعبية السلمية، إنها نقلتنا من الصراع المسلح إلى النضال السلمي، ونقلتنا من التخطط العشوائي إلى بناء النظام السياسي المطابق لأهداف الثورة اليمنية الأم، وأبعدت عن الواهمين فكرة التوريث والعودة للانحناء والتكبير، وأسقطت سياسات الإكساء وفرضت الشراكة في البناء والتنمية والنقوم بالآخر، لأن الوطن يتسع للجميع. شهداء الثورة اليمنية من الله الرحمة والرضوان، وعاشت الثورة اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نعتذر لمن هم خارج الصالة، الصالة التي لم تتسع لتلك الجموع الغفيرة التي جاءت من مديريات محافظة مأرب. نعتذر لهم أنهم هناك في الساحة في خارج هذه الصالة، رغم سعة هذه الصالة إلا أن الجموع لا زالت هناك في البوابة وفي ساحة وأمام الصالة المغلقة الرياضية. نحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا، وقد تحقق لنا الكثير مما نحن نريد أن نصل إليه، رغم أن المدة قليلة. فمدة ثورة 11 فبراير 3 سنوات، وفوق ذلك رغم أن هناك ثورة مضادة، ورغم أن هناك مؤامرات كبيرة، إلا وإننا بحمد الله عز وجل أن هذه الثورة قد حققت حواراً وطنياً اجتمع فيه أهل اليمن بكل أطيافهم وشرائحهم. ليس هناك معارضة ولا سلطة، وإنما الكل سواسية، فخرجوا من هذا الحوار لا غالب ولا مغلوب، كلهم اتفقوا على وثيقة ترسم لنا خارطة الطريق لمستقبلنا. وكذلك خرجنا من هذا الحوار بأننا نزعنا المركزية الشديدة التي كانت بيد عائلة عصبوية، وقسمنا هذه المركزية على أقاليم في إطار الوحدة اليمنية التي لا يمكن لها أن تتجزأ يوم من الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك
إعلان الأقاليم وإعلان الجمهورية اليمنية إلى جمهورية يمنية اتحادية يكون لكل إقليم صلاحية في حكمه نفسه بنفسه مرتبطاً بعاصمة العاصمة الاتحادية في إطار قانوني ينظم ذلك كله في المستقبل إن شاء الله تعالى. فنقول نحن هنا في محافظة مارب نحن ولله الحمد نزف إليكم بشرى على أنكم الإقليم الوحيد الذي عدد سكانه محدود وثرواته كثيرة. فعندما يوجد عندك ثروات وعندما يوجد عندك سكان قليل فمعنى ذلك أنك تكون في مكان أفضل. لذلك فهذا هو الإقليم الأول من حيث الاقتصاد ومن حيث محدودية عدد السكان، وهو كذلك الإقليم الأول أو الإقليم الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم لقد كان لسبأ، وكذلك هو الإقليم الذي ذكر في القرآن الكريم بلدة طيبة ورب غفور. الإقليم الثاني في المساحة بعد إقليم حضرموت، والمساحة لها مكانتها. فنحن ولله الحمد أصبحنا نمتلك قرارنا في ثروتنا وقرارنا في إدارة أنفسنا. وما ذلك أيها الثوار يا أبناء مارب، وما ذلك إلا بسبب هذه الثورة المباركة، ثورة 11 فبراير. ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ثورة 11 فبراير لا زالت في بداية الخطوة الأولى، ونريد أن ننتقل بها إلى الخطوة الثانية. الخطوة الأولى هو إسقاط النظام، الخطوة الأولى هو رسم الطريق الذي وصلنا إلى بناء اليمن الجديد. الخطوة الأولى الآن نحن على مشارف الانتهاء منها، وندخل إن شاء الله تعالى إلى الخطوة الثانية وهو بناء اليمن الجديد. الشعب يريد بناء اليمن الجديد. على ثوارنا أن يعلموا على أن البلد يتسع للجميع، وعلى أن انتصارهم على المستبدين وعلى الظالمين وعلى الفاسدين عليهم أن يعلموا على أن البلد بسعته يسع الجميع. لذلك جاء شعار مهرجاننا اليوم، جاء شعار مهرجاننا اليوم في مناسبة في الذكرى الثالثة، شركاء في النجاح، شركاء في بناء اليمن الجديد. فنحن فاتحين صدورنا لجميع من أراد أن يبني اليمن، لمن أراد أن يتناسى الماضي، لمن أراد أن يكون يداً واحدة مع الأيدي المتوضئة البيضاء من الثوار، أيدينا ممدودة لكل شخص في هذا البلد. ليس عندنا إقصاء، ليس عندنا تهميش، ليس عندنا مكايدات سياسية. البلد بحاجة إلى أيادي كل أبنائه، فلا بد أن يتسع، أن تتسع صدورنا سعة مساحة بلدنا اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. نحن الآن نريد أن ندخل في الخطوة الثانية، خطوة بناء اليمن الجديد. هذه الخطوة تريد عزيمة وتريد إرادة لا تقل عن تلك العزيمة التي كانت في بداية ثورة 11 فبراير، عندما ملأتم الساحات وعندما ملأتم الطرقات وعندما وضعتم السلاح في بيوتكم وخرجتم ترفعون أيديكم. الشعب يريد إسقاط النظام،
اليوم نريد أن نقول الشعب يريد أن يبني اليمن، الشعب يريد أن يحارب الفساد، الشعب يريد بناء الدولة. شكرا لكم وشكرا على هذا الحضور وعلى هذا الجمع الكبير وعلى هذا الحشد. أعدتم لثورة فبراير ألقها وزخمها، وأعطيتم رسالة للثورة المضادة على أنكم جاهزون وأنكم مستعدون للتضحية بأكثر ما ضحيتم مما سبق من أجل تثبيت يمن قوي، يمن شامخ، ووحدة راسخة في بلدنا، في أرضنا، في يمننا. نحن نطمئن جيراننا ونطمئن العالم على أننا هنا في اليمن نريد أن نبني بلدنا ولا نتدخل في شؤون الآخرين. فعندنا ما يكفينا من مشاكلنا، وعندنا ما يستغرق وقتنا لبناء يمننا. لذلك نطلب مساعدة الجيران الأشقاء والأصدقاء كما وقفوا معنا في بداية هذه الثورة أن يقفوا معنا في بناء اليمن، ولن ينسى لهم اليمن ولا اليمنيين وقفتهم إلى جانبنا. فإننا بحاجة إلى أن نكون يدا واحدة مع أمتنا، مع شعوبنا، مع أشقائنا. وسلام على كل العالم الذي أمرنا إسلامنا بأن نكون. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين. نعم، إننا هنا في اليمن سنكون أداة استقرار للعالم بإذن الله سبحانه وتعالى. فما على الناس من أشقاء وأصدقاء إلا أن يكملوا المشوار إلى جانبنا. ونقول لمن لا زال يعيش في أوهامه من الثورة المضادة، سواء الذين يريدون أن يعيدون إلى الملكية البائدة أو يعيدون إلى الاستبداد والعائلة، نقول لهم أن الشعب قد قرر، وقرار الشعب فوق كل قرار. فما عليكم إلا أن تلحقوا بالقطار، الحقوا بالقطار، الحقوا بالقطار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.